السلام عليكم الكل، أعضاء الضيوف الكرام والزملاء. نمشي في نفس التوجه ليلى، خاطر اللي شفنا في فترة التدخلات كل الأعلام وكل كان ديما على نقص الإمكانيات والميزانية وكل كما ما شفناش وين وصلت اللجنة تفسير أحسيس حتى رأي العام، وين وصلنا، شنو ليزيتاب اللي وصلناهم. خاطر كي نبدا نحكيو على الإمكانيات نلقاو نفس المشاكل في كل الهيئات، ونبداو مجلس النواب. وقت النايب البارح تكلم كلمة برك عن البارح، الإعلام كل القام، ولكن نشوفوه اليوم في مجلس النواب والنواب والميزانية اللي وصلنا ليهم، اللي هي ما تبعتش ياسر على هيئة الحقيقة والكرامة. مع حتى المنح اللي ياخذوا فيها النواب يمشي تقريب 60% من اللي ياخذوا فيها اعضاء الهيئه الحقيقيه. رغم هذا بدينا نشوفوا التطور وين وصلت الهيئه، هذايا ظهر لي اهم شيء. شكرا. انا حبيت نقول اللي اكثر ما سمعنا إليه هو ظروف العمل الصعبة اللي تواجه فيها الهيئة، لكن هذه الظروف الصعبة يظل موجودة في أغلب الجمعيات والهيئات. اللي نحب نستمع ليه هو برنامج الهيئة والمخطط نتاعها. الأخت بسدرين قالت اللي مازال لقاو صعوبات في تركيز الفروع الجهوية. هل من ضروري نتسائل انا باش تكون في كل ولايه فما فرع؟ علاش باش تقلصوا شويه من المصاريف ما تعملوش فروع جهويه فروع اقليميه؟ وقبل ما نعملوا معناتها الفروع ماذا بينا نسمعوا البرنامج بتاعكم. الحقيقه يبدو انه ما نفهمناش في الامكانيات. راهو الامكانيات، انا نعطي مثال واحد. لجنة كما لجنتي كي خدمت مع في البيرو في البحث والتخصي كانت فيها عديد الإدارات، أقل إدارة فيها 600 عون. أنا عندي لجنة كاملة فيها 35 من مديرين وأعضاء وكل ما إلى ذلك، عندنا أكثر من 12,000 ملف، وإحنا نتعهدوا بطريقتين. الطريقة الأولى الناس اللي يجيو يصبونا ملفاتهم، الطريقة الثانية هو الأوتوسيدين التعهد التلقائي. احنا توا ما انتدبنا 26 شخص باش يعمل التريم تاع الملفات هذه، كان علاش؟ خاطر المعايير تاع الانتداب، التنافس والمساواة والشفافية والاستقلالية والحياد، باش احنا نقبلوا ناس تخدم معانا، والناس اللي تخدم مع هيئة الحقيقة والكرامة، واللي المفروض انه احنا ندافعوا اولا على كرامة الناس، ماناش باش نخدموهم 200,000 و 300,000، وخاصة لخطورة المادة اللي يخدموا فيها، الناس هذم يلزمهم تكون وجوههم محترمة حتى ما يكونوش ضحية لمعناتها أمور أنتم تعرفوها اللي هي ممكن باش تكون. يعني أنا رئيس ألمانيا اللي قابلناه هو كان رئيس لجنة تفكيك البوليس السياسي في ألمانيا، قال لنا باش انتوما تنجحوا وتخدموا 58 سنة يلزمكم تخدموها، في الأربع سنين اللي عندكم يلزمكم 5,000 واحد. قلت له راني عندي منهم 35. هذا كي نحكيو على الإمكانيات، هذه هي الإمكانيات. علاش المكاتب الجهوية؟ لأنه راهو القانون هذا هو فيه رد الاعتبار، وكي نجي أنا لأي ولاية من ولايات الجمهورية نقول لها مانيش مش نحل فيك مكتب، راهو فيه ما فيش رد اعتبار. ناس تحس بروحها مهمشة من قبل الاستقلال، وناس تحس في روحها محرومة، نزيد نقول لها أنت ما نعملش فيك مكتب، ناس تعبة يعلم ربي مش تجي لهنا. أنا مرة جات مرأة من الشابة 5 متاع الصباح وصلت، نلقاها تبكي أنا 9 متاع الصباح على خاطر هي جاية من الشابة. الناس هذم اللي هم الضحايا، المفروض مش نعملهم مكاتب جهوية فقط، نعملهم وحدات متنقلة ونمشي لهم من دار لدار ومن حي لحي، خاطر ينسي اللي تعبوه. فما ناس قاعدة تموت، والجمعة اللي فاتت ماتت امرأة وقبلها، الناس هذوما والناس المرضى والتعبة المفروض نمشيو لهم. رانا كي نحكيو على إمكانيات
طلعت منا ملف بلاش نعتبروه راه سابقك هو وذاك هو واللي فما، يلزمنا نبحثوا على ما يؤيد ملفه، يلزمنا نمشيو ارشيفات مراكز الشرطه وارشيفات ادارات وارشيفات وزارات. هذاك علاش احنا تحسوا باهميه المساله هذه، يلزمنا قضاة بحاجه قضاة تحقيق، ويلزم هذوما الكل وينهم. راهو احنا يطلبوا منا شيء راهو بالفعل، راهو احنا اول من خدمنا لا كان عندنا قاعه ولا عندنا اورديناتور ولا عندنا حتى هذا، كنا احنا الشاوش وكنا احنا الكوكسيه وكنا احنا كل شيء نخدموا في هذا الكل، بين وصلنا انه احنا نلموا 20,000 20,000 منا احنا كاعضاء ونمشيو نكريو ساله كبيره في وتيل باش نقعدوا نخدموا فيها. راهو معناتها نحس انه بالفعل ما فماش تواصل بيناتنا، يعني ما كنتش حاسين شنو اللي بالفعل عليناه. نرجع للمكاتب الجهويه، توا احنا بالميزانيه تقول لي نعملوا مكاتب اقليميه، او اعطيك انا مثال، قفصه بسرين وسيدي بوزيد، فين مش تحطوا؟ والله فين ما تحطوا قالوا هانا، والله ما نشعلوا هالدنيا.